السلام عليكم، أهلا بيك. يا ريت تحكي لنا بمشاكل زواجك، وقلتي يعني تزوجت مرتين وطلقت، خلينا نعرف المشاكل من البداية. طبعا عائلتي عائلة اعتيادية، يعني متوسطة ماديا اجتماعيا اقتصاديا، عائلة طبيعية يعني مثل هواية عوائل بغدادية. واحنا كل مرة لنا كنت ما لا موظفة لا عندي دراسة، فدائما المرة بهيك شيء تفكر انه تتزوج تستقر. صارت القسمة وتزوجت، اخذت شخص اكبر من عندي، بس ما كان عائق، ما حسيت انه عائق انه هو اكبر مني بالعمر، كنا متفاهمين يعني الحمد لله. كملت دراستي، كان عندي طموح، يمكن شوي عندي انانيه اني اعترف. زواج بعمر مبكر، قلت لك هي ما متهيئه لا جسديا ولا نفسيا، ما تعرف شنو معنى الزواج. تصور الزواج هو مجرد فرحه وعرس وبس، ما تدري هي وراها مسؤوليه، تحمل مزاجات الزوج والأهل والعيال، وبعدين يتكون طفل، شو راح تربي هالطفل؟ يعني أكو فد نقدر نقول معاناة، وهي ما متهيئة لهذا الشيء. أكيد راح يصير مشاكل ويصير الانفصال بعدين، مع الأسف يعني ماكو تفكير بعيد المدى بهذا الموضوع. طبعاً زواج المبكر له آثار كبيرة خاصة على المرأة. المفروض تسمح العوائل للمرأة بإكمال دراستها، موضوع جدا مهم اذا كانت هي حابه هذا الموضوع. اكو بعض الفتيات تقول لا، انا مثلا ما احب اكمل دراستي، بس انا مثلا عندي موهبه بالرسم او موهبه بالتصميم الازياء او غيرها. المهم خلي تحقق اول شيء ذاتها حتى تقدر وتكون لنفسها شخصيه، تقدر من خلالها دخول الاسره الجديده وتبدي بتكوين هذه الاسره وتبدي بناء هذه الاسره بناء صحيح. ليش؟ لان هي خلينا نقول ناقص الشيء لا يعطي، مو صحيح، او فقد الشيء لا يعطي. اليوم اذا هي كانت ما مكتمله في نموها، ما مكتمله في علامها، ما مكتمله في تعاونها ويا المجتمع وشلون يصير المجتمع، اليوم صعب عليها انه تدخل في عالم الزوجيه وتكون يعني مراه قيادية خلينا نقول في مجال أسرتها، وبالتالي يعني تقدر تسير عائلتها بالشيء الصحيح، تقدر تربي أولادها بالشكل الصحيح، تقدر تداري زوجها بالشكل الصحيح وتأدي طلباته، لكن بالمقابل لازم يكون أكو تعاون بين الطرفين. عدد المطلقات تجينا كل وحدة عندها مشكلة شكل. يعني أنا أحكي لك هسه اليوم عندي بنية تجيني شغالة بالمكتب. تصوري زوجها موظف يشتغل بالسلك الداخلية شرطي، عنده بنات اثنين، البنات شابات مواليد التسعينات، تسعين واللخة ألفية، ماكو مدارس، ماكو مسكن يسكنهم به، ساكنة عند أقربائها، ماكو مصدر معيشة. تصوري البنات ما عندهم ملابس تكسيهم، تجي من يمي تاخذ ملابس، تشتغل شغالة بالمكاتب وبالبيوت حتى تصرف على بناتها. هو وين الأب؟ وين هنا مسؤولية الأب؟ الأب ياخذ الراتب، يتعاطى الخمر، عنده صديقات، ياخذ صديقته ويطلع للشمال، يصرف الفلوس عليها على ملذاته وونسته وعلى صديقته، ويرجع ولا فلس، يتعارك ويا الأمايه، كتلها ما اعرف ايش، عاطت بدت المشاكل ومشى دار ظهره ومشى. فكملت دراستي وكنت متفوقه كلش، كنت اشتغل وادرس، كملت دراستي واخذت شهاده وشهادة بكالوريوس يعني الحمد لله، واشتغلت وحققت طموحي. هذا كله هو كان راضي، هو كله راضي ومساند، يعني الدعم المعنوي واللوجستي منه، يعني على مود ما انكر. كمل دراستي وصرت، بس وصلت مرحلة بعد، شوفي احنا ربة البيت، كنت ربة بيت بسيطة تفكيري طموحي، بس لما طلعت للمجتمع واختلطت وشفت وسافرت ودرست، حسيت نفسي لا مو هذا مكاني، لا خلص بعد أنا أفكر صح. أكيد الأهل هم الأساس، هم البنية اللي تعتمد عليها الزواج. هو من اللي زوج البنية غير الأهل؟ أكيد الأهل هم اللي يتحملون مسؤوليتها. من يصير طلاق راح الكل يعني تتبرى منها بصراحة وتكون منبوذة. شوفي إحنا مجتمعنا العراقي مجتمع قبلي، ما يتقبل البنية المطلقة، راح تعاني، راح تبدي تتبهدل بين الأهل،
بين يتقدم لها زوج ثاني زواج ثاني، وهم راح تتبهدل. بس لكن اذا ظلت بنيه بيتهلها، كملت دراستها، تعدت عمر الطفوله، بدت شابه، بدت تدرك انه الزواج شنو مسؤوليته، خصوصا اذا كملت الدراسه مرحله الكليه والجامعه راح تدرك اكثر، لان راح تختلط بشباب هوايه وشابات، وراح تفتهم من كل وحده، تصير عندها خبره. مو مثل الطفله اللي قاعده بالبيت مثلا سادس ابتدائي، هاي بزايد تلعب لعابه، مو مال بيت ومسؤوليه. قبل اي قبل اي صحيح تتزوج البنيه بعمر مبكر، لان قبل ماكو هيك انفتاح ولا هيك تطور ولا هيك حضاره. كانت البنيه بالزايد تشوف تلفزيون الاسود وابيض، ومحصوره بين اهلها والمدرسه، هاي اذا اكو مدرسه. اكثر البنات كانوا ما يروحون للمدرسه، زين نادر اللي تلقين وصلت مثقفه الى مرحله الدكتوراه، او نادر ما تلقين. بس هسه تلقين كليتها ما شاء الله مثقفات ومرحله دراسيه واصلات ومتفتحات من التليفونات والانترنت. يعني من الصعوبه أزوج البنية بهذا الزمان بعمر مبكر. أكو بعض الأهل تدفعهم الأشياء المادية أو خوفاً على الفتاة من مثلاً أنه تنجرب غير طريق، وهذا الشيء مو صحيح. أنا إذا ربيت اليوم بنتي تربية صحيحة وعلمتها ونشأتها تنشئة صحيحة، أنا بالتالي ما حخاف أنه هي شلون حتمشي بحياتها. أراقب اختيارها لصديقاتها، أراقب اختيارها حتى زملائها بالعمل، أسألها دائماً دور الأم أنه تكون أخت وصديقة لبتها قبل ما تكون أمها. حتى اليوم أنا من أمي ما أخاف، أروح أحكي لها أنا التقيت بفلان شخص هيجي قال لي هيجي حكالي هيجي سوالي، بالتالي أزيد الثقة بيني وبينها، وهيجي حقدر أحل إذا أكو مشكلة بها خطأ. ما حد خاف مني، حسولف لي وتحكي لي، وأني بذكاء مو رأسا بتهجم، بذكاء أقدر أقول لها بنتي هذا الشيء مو أفضل إليك، أنا أشوف الأفضل لو كذا وكذا سويتي. فبالتالي أوكي، يعني ماكو داعي يعني أخاف على بنتي، وخاصة الأب البنية إذا الأب يعني كفاها محبة ثقي بالله ما يعني تروح بغير اتجاه، لأن يعني خلص شبعت عاطفة وحنان من والدها. فلو الأهل كسبوا بتهم الثقة ممكن انه يخلوها تكمل تعليمها، ويا ما يا ما بنات شالوا اهلهم وخففوا معاناه اهلهم، معاناه والدها، معاناه والدتها، معاناه حتى اسرتها وخواتها، وكانت هي ام ثانيه لهم. يعني انا اتذكر ابويا وامي الله يرحمهم كانوا يقولوا لي انت امنا وابونا، يعني هم كانوا فاقدين الام والاب. فاحنا لو علمناها على الحنان والمحبه والصدق وكل شيء تحكي لنا ونقدر نتبادل وياها الاحاديث، ما حصر عندها ازمه وما نقدر نحلها لها. طيب يعني اكو ثقه متبادله. ست يخلصون من عيشتها، يذبوها برقبه رجال، بس هم ما مفكرين انه باكر حتى لو صار عندها طفل راح تجي وياها طفل، انه بيتحملون عيشه اثنين المكان الواحد. انا كمنظمه مجتمع مدني واجهت هواي هيك حالات. جتني وحده احد العوائل من عائله متدينه، ابوها امامي مال جامع، مزوجها زوجها عسكري، من يروح للعسكرية تدرين يظل ببيت الأهل ويا عمتها أم زوجها، فتأمرها نظفي فلان نظفي فلان. هي البنية بصراحة من نوع الكسولة، يعني دلال بيت الأم وكذا وخواتها بالبيت، فما متعلمة أنه واحد يأمرها وقومي نظفي كذا. يعني تدرين سبب طلاقها كان شنو؟ فتشي كل اشتافه. قلت لها خسلت جودليات وما خسلتها، والأم يا أم الزوج هي طلقتها. اجر الولد من العسكريه، قالت له هاي مرتك ما تسمع كلامي، اريد هسه تاخذها للمحكمه وتطلقها. هو راح بكل، يعني الام ما يخالف لها احترامها، والام هي جنة تحت اقدام الامهات، بس مو لدرجه تحكم انه يطلق بنيه. هاي شنو ذنبها؟ طيب هي جهله، انت اخذتيها تحملي مسؤوليتها، علميها. اليوم ما سمعت كلامك باكر تسمع كلامك، شويه شويه رتبيها. بس لا، رأسا حكمت عليها بالطلاق وطلقت، والبنية عندها لها وحامل، جابت بنية، وهسه الأب تحمل مسؤولية بنتها المطلقة والبنية اللي جابتها وياها. الأب ما يعرف لها البنية وين جابت، إيش جابت، وين الطفل، ما لا علاقة، بعد انتهى. فشفت إنه لا، لهنا أنا الشخص اللي قدم لي لازم أني أقدم أضحي.
فضحيت انه انا ما صار عندي اطفال، فقلت له خلاص شوف حياتك انت وخلي يصيرون عندك اطفال، كون عائله. طبعا ايه هي سنه الحياه، ما حد ينكر هذا الشيء. اذا كانت هي مثلا شعرت انه اكو وجود يعني شخصيه ثانيه بحياتها هذه تفرح، اما انه هي تختار للطريق هذا مو اختصاصها، مو شغلها انه هي تحرك مشاعرها باتجاه غير اتجاهها. اذا كان الرجل حابها ونعطيها العطاء ويقول لها كملي واني وياك وكذا، لا ما تقول له عفني وروح اتزوج واحده ثانيه، يعني ما يكون الاختيار اختيارها. اما اذا كان هو لا بارادته ذات نفسه فهذا بحث اخر، يعني موضوع يختلف. شوفي هي المره شويه اذا صارت عندها يعني معوقات طبيه خلينا نقول شويه اصعب من الرجل، الرجل اسهل اموره، المره تصير عندها هرمونات وتصير عندها هوايه شغلات تبدي تتعالج من عندها، ولما تتعالج يبدي العامل النفسي يشتغل وياها، يعني منا علاج مواد كيميائيه ومنا العامل النفسي يشتغل، فراح تتعب. انت هذا كله مريتي؟ كلها مريت وسويت عمليات هوايه وصار، وبعدين صار عندي سقاط، فحسيت نفسي خلاص بعد تعبت انا اللي علي سويته وزايد، واختارينا اثنيناتنا بالتفاهم انه صار الانفصال بيناتنا. انا اشوف انه المراه تكون هي السبب احسن ما يكون الرجل السبب. ليش؟ لان يعني الرجل بس يعرف انه هو السبب تصير به حاله نفسيه يريد ينتقم من هذه المراه. كثير من القصص انا ما نقول كلها، بالعكس انا اعرف حالات من الزوجين ما عندهم اطفال سواء كان السبب منها او منه، وظلوا الاخر العمر متعاهدين الاخر يوم انه يكونون سوء بالحلوه والمره. لكن دائما بالفعل العوائل تذب اللوم الكبير على المراه ويكون كل اللوم انه لا والله هي ما تخلص، هذه الكلمه. واكو عوائل حتى لو عفوا انه السبب ابنهم ما يصدقون، ثقي بالله هاني سامعه قصه مو مصدقه، الاميه قالت لها هي قصتها فقر، لو هي قصتها مو فقر كان انت خلفت. يعني تخيل يعني من المستوى هذا من عدم خلينا نقول الفهم الطبي والتوعيه الطبيه هذه يعني نعول على البرامج، يحتاج لنا برامج بهذا الموضوع اكثر تفهم بطريقه بسيطه، تفهم العوائل هذه الامور شلون تنحل، هاي المشاكل شلون تنحل. العوائل كون الاهل ما يتدخلون بمشاكل الزوج والزوجه حتى يعمر البيت. انا اسعى حتى امر البيت. هسه هو الزوج انت ما القصه اللي سردتيها هو ايجابي بس مو 100%. الزوج الاول شلون الايجابيه مالته انه لان خلاها تكمل الدراسه؟ طيب هو مو من عليها بانه كملت الدراسه، هذا من واجبه كزوج، من اخذها يتحمل مسؤوليتها، مفروض يكون سند لها وساعدها كملت دراستها، هذا واجب مو من نيه. يعني مثل ما تحدثت وياش بالعكس انا اشوف الزوج الاول كان جدا رحيم ودود بزوجته، وبالعكس دلاها الطريق الصحيح وساعدها على اجتياز العقبات وانه تاخذ شهادتها وتحصل مستواها التعليمي، رغم انه هي كانت عندها مشاكل بالانجاب والحمل، لكن كان خير عون لها. لكن وين المشكله هنا؟ سوء الاختيار. لو لاحظتي انه القصه انه اكو فارق بالعمر ما بين الزوج والزوجه، بالتالي اليوم الزوجه من خلصت دراستها واخذت شهادتها ودخلت مجال العمل وشافت اشخاص عديدين وشافت يجوز حالات زواج متوافقه اكثر من حال الزواجه، لان اكو فد فارق بالعمر كبير، فبالتالي اكو تاثيرات نمت بداخلها خلتها ترفض اكمال هذه المسيره. فبالتالي هنا ايضا نرجع، اولا كان زواجها مبكر، ثانيا الشخص كان اكو فارق بين عمره وعمرها. اوكي ما اكو انسجام. الاجراءات القانونيه انه احنا كنا متفقين، احنا صارت مخالعه انه انا تنازلت يعني برضاتي، هو ما كان ضاغط علي انه انا اتنازل، فاني تنازلت عن حقوقي، وهي بالمخالعه الزوجه ممكن تتنازل عن اي شيء، مثلا نفقات، المؤخر، يعني المعجل، المؤجل، اي شيء، بس يكون اكو فد تنازل، لان ما طول هو صار انفصال يعني اتفاق الطرفين تكون شويه تسهيلات، يعني مو كلها الزوج يخسر زوجته وعائلته ويخسر ماديا. فأني كنت متنازلة، يعني تنازلت عن كل شيء بالاتفاق وخلص صار الانفصال، والحمد لله يعني احنا أصدقاء، ورا الانفصال ما صارت أي مشاكل بيناتنا. المرأة خاصة من تنكسر
الطلاقة حتى لو كانت هي رايدة هذا الموضوع، تحاول تثبت بداخلها نفسها انه هي ما زالت امرأة مرغوبة، ما زالت امرأة جذابة، ما زالت امرأة بعدها يعني محتاجة زواج واسرة وعائلة، وانه هي تقدر تكون وتريد يعني شلون نقول يعني تكسر النظرية اللي انه هي خسرت حياتها وما قدرت تكمل، تثبت للعالم قبل نفسها، لان هي بنفسها تدري اوكي هذا كان اختيار خاطئ وهي الان تريد تعيش حياة صحيحة اوكي، لكن حتى تثبت للمجتمع انه هي لا تتزوج وانه هي عندها اسره وعندها رجل وعندها باشر يصير عندها اولاد، همين هذا الموضوع كان حاز بنفسها جدا وتريد انه هي خلينا نقول تتغلب عليه، فلذلك سرعت باختيار. مشكله اقليم او بغداد هذه ابدا مو مشكله، يعني احنا عندنا مثل بالعرب يقول لك بنت الشرق ابن الغرب، ويعني هذا مو فد مشكله، لكن المشكلة وين؟ إنه هي ما درست عاداتهم وتقاليدهم، ما تعايشت ويا الموضوع قبل ما ترتبط بيه، مع ما كانت عايشة بالمنطقة، فبالتالي رأساً يعني كأنما سمكة وطلعتيها من الشط، بالتالي شنو اللي حيصير؟ صار إنه هي تموت، فإحنا لازم بالبداية نعلمها إنه أكو بيئة جديدة وإنه هاي البيئة، وهي ما تستعجل بزواج بأسبوع، وأيضاً يعني ما توقع إنه هي لحقت تتعلق بهذا الإنسان أسبوع إنه هي تبني وياه مستقبل وحياة. صح لو لا يعني، فأكيد أكيد احتمال كبير إنه هي ما زالت مشاعرها متخبطة بذلك يعني، وهذا أثر على زوجها الثاني أكيد حس بهذا الشيء، وبالتالي تعرضت إلى تعنيف وتعرضت إلى أيضا إنه هي ما زالت عايشة تلك البيئة، يعني ما نستها، ما نست إنه الحياة اللي كانت عايشتها ويا ذاك الزوج، احتمال رادت تنقلها إليه، تنقل نفس الأجواء اللي كانت إنه هي اللي ناطيها كل الاستقلالية كل الحرية، يجوز هذا طباعه تختلف، يعني ما لحقت تفهم شنو طباعه، شلون السايسة، شلون تتعامل وياه، أكو أهلها مو موجودين، أصحابها مو موجودين، فقدت نوعا ما عملها، بدت إنه هي تترك عملها، فبالتالي تركت كل شيء حلو كان بحياتها. نقول إنه سبب الزوج 100%؟ لا، يعني هي تنازلت عن حقوقها، نازلت عن حياتها كل مفاصلها، فبالتالي أكيد أثرت نفسية هذا الرجل، فبدأ وكل مو كل الرجال عندهم سياسة ودبلوماسية، بدأ يستخدم أسلوب العنف وياها، طبعا هذا مو بمرر أبد استخدام العنف نهائيا، العنف مرفوض رفضا قاطع، المفروض هو أيضا يحتويها ويعرف أنه هي يعني جايتها من بيئة غريبة طالعة من قصة جديدة، المفروض يحتويها ويحتضنها ويحاول يساعدها حتى تتخطى هذه الأزمة، لو كان بالفعل هو رايد زواج واستقرار وبناء أسرة وعائلة وأطفال مثل ما هي ذكرت أنه هذا كان هدفه، ما أتوقع أنا هذا الهدف. يعني هي قسمة صارت يمكن 6 أشهر تقريبا 6 أشهر، يعني تعرفت على شخص عن طريق الصدفة يعني بدون معرفة بي، وهو هذا أكبر غلط، إنه المفروض واحد يعرف يسأل يشوف يعني يستشير، خلينا نقول يعني مو يمشي بخطواته واحدة، فصارت عن طريق الصدفة وصارت القسمة. يعني يمكن أنا القسمة مالتي فتشي شلون دراما بها هواية، إنه أنا تعرفت وخطبت وتزوجت كله بأسبوع، 7 أيام إي بالله، يعني 7 أيام إنه صار الزواج مالتي. أهلك رضوا يعني وافقوك بالرأي؟ هنا أنا متبدي الأهل لما يشوفون، وإحنا أكو مشاكل يعني مشاكل عامة، إنه المرأة من تتزوج وتنفصل مكسورة وخطية، ومنو راح ياخذها؟ طبعا هذا أكبر غلط، بالعكس أنا أشوف المرأة لما تنفصل خاضت تجربة وطلعت بنتائج من عندها وراح تعيش أحسن، يعني راح تصير عندها مقومات، بس إحنا مجتمعنا يرفض. وين الصحيح؟ وين الصحيح بالموضوع؟ خلينا نحكي بهذا الشيء، لأن هي ما كانت عندها معرفة كافية بهذا الشخص ولا بعائلته ولا بكذا، فأني لو كانت هذه بالمحكمة كانت عنفت أكثر، الجوز كان أنتت إلى القتل، وكثير من القصص إحنا نشوفها هسه بمجتمعنا إنه دي يؤدي إلى إنه هي ما قادرة تنفصل عنه وما قابل يطلقها وماكو طريقة تترك بيها، فبالتالي تلجأ لمن؟ القتلة بأساليب يعني كلش، أو يقتلها
قتلها أو يقتلها، اثنين النتيجة واحدة، نتيجة خاطئة 100%. فهذا هي في تقديرها إنه هذا صحيح، أنا أعيدها بي بصراحة، يعني ما أعرف إذا كان صح أو خطأ. ليش؟ لأن أصلاً هو الموضوع كله خطأ، فلو صار بالمحكمة كان صار بعد أكثر سوء، أي أكثر سوء، وعلاجه كان مشكلة، يعني ما له علاج نهائياً. فبالتالي يمكن هاي الشيء راح أدى الخطوة الصحيحة، مجموع الأخطاء اللي ارتكبتها كل الموضوع خطأ، يعني زواجها الثاني كان خطأ 100%. أما من حقها تتزوج مرة ثانية؟ إيه، من حقها تتزوج مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن تلقى الشخص المناسب. هذا حق مشروع وأنا أيدها به، سواء مرأة أو رجل بصراحة. يعني أنا يوم ما مرتاح ويا هذا الإنسان ما مجبراني أعيش وياه، أدور عن شخص ثاني. ماكو شيء ضغط، لكن وين يكون يمكن يكون أكو أطفال هي ما كان عندها هذا العائق، يعني ما ضحت بأولادها من أجل سعادة نفسها، ما كان أكو عندها هذا الضغط. فبالتالي أوكي، لما حد الآن تريد ترغب بالزواج من حقها، فلوس الدنيا كلها تغني عن رجل؟ ما تغني عن الرجل، الرجل أساس وسند بالحياة وسند بالعائلة، لكن المفروض هي، يعني احنا ما نقول نسميها تنازلات، بس تتفاهم ويا وضع زوجها، لأن ماكو شخص يشبهنا 100%، وماكو شخص ما بي سلبيات، كنا بينا سلبيات وإيجابيات، شلون احنا يعني نهضم هذا الموضوع ونتقبل الشخص المقابلنا بإيجابياته وسلبياته حتى تنجح هذه العائلة. فالأهل هنا يقول لك جتها قسمة، خلص خلي تتزوج وتصير برقبة رجال مثل ما نقول وتعيش. فما كانوا يعرفون الشخص إذا خلال العشرة تعود، يعني هم شخصين يعيشون عيشة واحدة، يأكلون أكل واحد، ينامون بمكان واحد، فصعبة، يعني صعبة كلش. أنا التجربة الثانية مالتي دمار. شون دمار؟ يعني أنا أول ما تزوجت طبعاً هي مفارقة، إنه الزوج الأول كان أكبر من عندي ما حسيت فرق، زوجي الثاني كان أصغر من عندي تقريباً 6 سنين أصغر مني، ما قدرت أتفاهم وياه قد ما قدرت أنزل لمستوى، ما قدرت، وبديت أتعايش، خلاص عفت شغلي، عفت أهلي، عفت كل شيء على مود إنه أعيش، أصير مرة ربت بيت، خلاص بعد خل استقر. فأني تحملت، هو ما تحمل، فبدأ شوف أكو فد، يمكن أني أحس هذا الشيء، يمكن يزعلون علينا الرياجيل خطية، المرة دائما الرجال ما يحب المرة تكون أحسن منه، بس هو لو يفكر المرة تكمله، إذا صارت مثقفة، إذا صارت ناجحة، هذا كله معكوس إلى والعائلته. أنا لا، أنا كان أكو هذا إنه. ليش أنت تركت العمل مالتك بعد الزواج الثاني؟ مو تركته، بس شوية قللت، يعني قللت من العمل مالتي، ما تركته، شغلي موجود وناسي موجودين ومجتمعي موجود، بس حاولت إنه ألتفت البيت بعد، بيت وأطفال، تخيلت إنه راح يصير عندي أطفال، وما صار عندي أطفال، لأن أنا تعالجت، بديت أتعالج مرة أخرى، رجعت لل مثل ما يقول بداية المسيرة مالتي، بديت أتعالج، بديت أروح الدكاترة، فوصلت مرحلة خلص الدكاترة قالوا لي أوكي روحي أنتي، صار عندك طفل. رحنا دا نحلل أنا وزوجي، سوى تحليل، كان يقولوا له أنت نسبتك صفر. قلت هم الحمد لله، يجوز هاي رسالة إلي أنه أنا ما صار عندي وما صار عنده، وخلي نعيش، بس ما قدرت، يعني مكان بعيد صار عن أهلي، عن ناسي، عن المجتمع اللي أنا بي، لم هو ما هو هو بقليم، الإقليم طبعا هو كل إحنا العراق، إذا مش شمال للجنوب إحنا عراق، بس الإقليم هم يعتبرون نفسهم دولة، إن هم تجين، هم دوائرهم واحد، مجتمعهم واحد، فلما يصير تعنيف الزوج والزوجة ما لها علاقة بالربة البيت، ما لها علاقة بالمرأة البسيطة على قد حالها مثل ما يقول، على قد إمكانيتها العلمية، خلينا نقول ما لها علاقة، أنا هسه وضعي، أنا تعرضت للتعنيف، تعنيف مو هيك بحيث تنقفل علي البيبان، يعني ماكو منقذ يجيني
من الصوت مالتنا مرات اضطر انه اعلي صوتي اكثر حتى الجوارين يجون يفتحوا لي البيبان يخلصوني. بهاي الحاله حتى اذا عندك فكره قانونيه وتقولين انه اكون العنف الاسري واقدر اشتكي واقدر اخلص نفسي، بس الرجل اللي يتحول من رجال من زوج من ذكر وحش كاسر، مو صعبه عليه كل السهله انه يمنع عنك تليفون يسد عليك الباب، وين الاتصال راح يصير؟ واعتيادي انه اهله شلون ما يكونون اهل الزوج ويا ابنهم. لا لا ما كان موضوعنا أطفال، لا مو موضوعنا، موضوعني يعني شو أقول لك، إنه هو من النوع اللي يشرب، أي فالشرب واحد من يشرب يغيب عقله، يغيب تصرفاته، يدفع يجوز الشغلات بوعي أو مو بوعي، وما كان أكو توافق اجتماعي بيناتنا ولا توافق مادي بيناتنا. يعني بعدين اكتشفت عن هالشغلات، بالبداية ما كنت تعرف، يعني قلت لك هو كل اسبوع ما عرفته وهذا اكبر غلط. كنت اتوقع انه هو رتبه، انه هو عنده امكانيه ماديه، انه اهله فد شيء، وبعدين كلها تلاشت، لقيت نفسي وحدي. اكيد ما تقدر تعيش وياه، ما زال يتعاطى الخمر، هذا حتى صعبه للمعيشه وياه. شوف الشرع والدين، اذا نحكيها بالشرع والدين، الاسلام يحرم على المراه ان تستمر ويا رجل غير متدين وما يصلي. زين طيب تعاطى الخمر، هاي شلون بيها؟ يعني اساسا هي تكون طالق من عنده بالشرع والدين. صار عندها منه اطفال؟ لا ما صار. هاي محظوظه لان ما صار عندها منه اطفال، الزوجه الثانيه تقدر تستمر بالحياه وتختار. اكو شيء، شوفي اذا خليت خلبت، اكو ولد الحلال واكو ناس الطيبه واكو اللي يحتوي المراه، وأكو يكون إلها الأب والأخ والزوج والحبيب يكون حنون عليها ويطبطب عليها من يشوفها هي محتاجته. أنا أتوقع هي تعرف، وأتوقع المرأة تحس، يعني أكو يعني ملامح اليوم أنا أقدر من عيوني أعرف هذا الشخص متعاطي أو مو متعاطي، صح لو لا؟ أما إذا كانت ما تعرف فالمفروض أول ما عرفت خلاص أنا أطلب الانفصال، أنا ماكو داعي أعيش، هذا ما صالح إنه يقود عائلة هيك إنسان. أو إنه هي مثلاً هذه بيئتها، بعضهم جاي من نفس البيئة إنه أم متعاطي وكذا وعايش هذا، شوفها يعني موضوع عادي تقدر تتمازج وياه. أما إذا بيئتها تختلف فمصيبة، ما حتقدر تتوافق، مستحيل تقدر تتوافق ويا هذا. البيئة هنا تحكم، المفروض أني أختار، ما أقول من بيئتي 100%، وإنما خلنا نقول الطبيعة، طريقة الحياة بيها شبه. لازم المرأة هنا تدقق باختيارها للرجل. أنا أول ما شفت شيء أنا ما قادرة أتحمله خلاص ماكو داعي أقبل وأورط روحي بمشاكل كبيرة. لكن هي اختيارها الثاني كان جدا خطأ ومتسرع جدا، وانفصالها ما كان عليه وقت طويل، وارتباطها بهذا الإنسان كوش ما تعرف عن خلفيته، ما لحقت تحبه. اليوم أنا إنسان أنا أحبه أفدي بروحي، ايش ما يكون سلبياته، هسه الام هسه تيكا ام وهذا ابنك ايش قد تحبي، هسه لو ما كان يعني خلينا نقول لو كان حتى لا سمح الله مجرم، انت هذا خلص ابنك هذا. فهي لو حبته لدرجه ومتعلقه به لدرجه كبيره كان قدرت انه تخليه يعدي حتى مرحله الادمان، وهي ما شاء الله انسانه مثقفه ودارسه واعيه. كانت ماكو قدامي غير انه أصير امرأة مكسورة كلش، إنه على مود لا أتعنف أكثر، إنه أستسلم الفترة وأساير نفسي. أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وصلت مرحلة خلص، يعني خلص لما كنا نتيجة بعد وراها، فما قدرت أشتكي هناك وما كنا أجدى إلي. قلت لك لين أنا أهلي بعيدين، أهله وياه، مكان بعيد، مكان ما أعرف لا لغة لا ناسها. فجيت هنا لبغداد بحيث طلعت من البيت بحيث ملابس البيت، ما قدرت أخذ وياي غير بس جنسيتي، حتى تليفوني ما قدرت أخذه، وتليفوني هم ما أخذوا أهله وهو. فرجعت هنا طبعا، لا مو بعلمهم،
يعني لا هم ولو بعلمهم ما يخلونا نطلع ابد. لا هم كانوا عاجبتهم متونسين يعني انه هاي المره اذا مثلا كانت عندها فد مكانه اجتماعيه انه احنا دا نكسرها هنا وابننا انسان فاشل دا يكسرها وهم متونسين على الشغله. لا اعتيادي ما يخلونا نطلع. فاعتمدت على نفسي وقلت خلص انه لازم القى حل. رحت لاهلي شنو اللي صار؟ طبعا اهلي ما تقبلوا الموضوع انه مره تطلع من بيتها وليش رحتي، وتعرفين تأنيب الضمير اللي يصير. مده الزواج اشهر 8 اشهر تقريبا. اي 8 اشهر بس عباك 8 سنين لان المأساة تصير طويلة مو مثل الوقت الفرحة والونسة. لا بس الأيام ما تمشي أبد. إيه لا ما تمشي. زين أهلك شنو اللي تصرفوا وياك بعد إنه رفضوا إنه أنت ليش طلعت من البيت وشنو اللي صار؟ ماكو قدامهم لما سمعوا إنه الموضوع خلاص يعني وصلت إنه تهددت بالقتل. تهددت بالقتل يعني إنه إذا رحتي إذا طلعتي أرضي بواقعك، إذا طلعتي إحنا نقتلك. ما حد يقدر يوصل لك، وفعلا ما حد يقدر يوصل لي. فاهلي شي يريدون ما يضحون يعني ببيتهم. ليش هسه القانون والمحكمه ما تقبل بعقد السيد يستمر؟ لان ما لها حقوق، ضيعت حقوقها. هو عقد المحكمه عقد قانوني يضمن للمراه حقوقها، والعقد السيد هو عقد شرعي. زين احنا لازم الشرع والقانون سوا، ما يصير واحد عن واحد يبتعد. الخيار بالنسبة لحالتها أنا أشوفه إحنا كثرة تعقيدات المحاكم. خلينا نحكي بهذا الموضوع مهم جدا. صعوبة الطلاق، إنه المرأة إذا تطلق يضغط عليها الرجل حتى تتنازل عن كل وماكو إلا رادع. يعني يوم إذا راحت المرأة أوقات متنازلة عن كل حقوقي. يعني أنا قاضية من أوقف ببالك وأقول لك أنا متنازلة عن كل حقوقي بس طلقني، معناها شنو؟ معناها لي وين وصلني اليوم مرحلة إنه أنا قررت إنه أتنازل عن كل شيء؟ أنها كثف الثغرة. اوكي انه تروح باحثة اجتماعية تحكي وياها شكل، باحث الاجتماعي يحكي وياها شكل، هذه كلها هي جاية محطمة نفسية عايشة مشاكل، هي مو حمل هذا الاعباء كلها. او بهم ازواج يشككون بامور اخرى، فبالتالي ما تقدر تواجه الزوجة تقول له خلص انا مستعدة اتنازل لك عن كل شيء في سبيل انه انت تعطيني حريتي وانه انا اعيش مستقلة. فلذلك تلجأ للزواج الاخر، انه الانفصال هذا يكون به جدا سهل حتى لو تنازلت عن حقوقها او ما تنازلت عن حقوقها. لكن حقيقة حق انه المرأة تتنازل عن حقوقها لا، سواء اذا كانت بالمحكمة او خارج المحكمة. المفروض المرأة ما تتنازل عن حقوقها لاي سبب من الاسباب. هذا المفروض احنا نأكد عليه من خلال لقاءاتنا ويا السيدات، انه انت بتتنازلين عن حقك ابدا. يعني دائما حتى اكو بيهم يساوموها مقابل اطفالها، بس عنفها هاي عنفها وتنازلت، قالت لا انا متنازلة. وملايين ليست هاي السيدة، ملايين متنازلت عن حقوقها بسبب تعنيف الرجل للمرأة. اوكي بالتالي هو هذا السبب. لازم تجيب لها شاهد انه صحيح دا يعنفها. زين من يشهد وياها وهي من الصهلة واهلها كلهم كراد؟ قابل امه تشهد عليها لو اخته؟ ما معقولة. هي هاي المشكلة. فخلاص يعني رجعت لحياتي، يعني الحمد لله انه انا احسن من غيري بهواي. يعني بيتي وحدي، شغلي موجود، يعني امكانيتي الحمد لله. شلون صار الطلاق يعني؟ لا أنا ها أنا اللي كان يمكن اللي سعفني إنه أنا ما كان زواج مدني بالمحكمة، كان زواج شرعي، يعني عقد شرعي شيخ عقدنا. وكنت كل ما أريد أصدقه ما أعرف أتردد، يمكن ها صارت من حسن حظي. فآخر شيء صارت المشكلة إنه هو حضر يم أصدقائه وإخواني، صديقة خابر أخويا قال أنا ما أقدر أطلق قدامي، خلي يجي أخوها واحد من أخوانها. فراحوا أخواني اثنين يمهم، فصار فد مكان إنه خلاص إنه فلانة بنت فلان طالق من عندي، بس خلت تتنازل من حقوقها. لأن أنا آخر شيء خلالي 40 مليون بـ40 مليون. فقلت له أوكي أنا أتنازل، ما أريد من عندها، يعني الحرية أثمن منه مبالغ تنكتب والمرأة تخسر شخصيتها تخسر كرامتها. ما اخذت الاثاث ابد؟ لا انا طلعت بنفسي، يعني يا روحي بعد يا اثاث يا دنيا، ما ردت كل شيء ما ردت. وتم طلاق مدني شرعي. شرعي اي شرعي، يعني ما حبيت اصدقه بالمحكمه وخلاص كل واحد بحاله. ليش يعني؟ المفروض انت
تصدقي حتى هذه الحقوق ضمان للحقوق صحيح، بس شوفي احنا هي حقوق، بس احنا شوية اجراءات المحاكم مالتنا مطولة. يعني اني زواجي خارج المحكمة وها مشكلة وها مخالفة، يعني هي تعتبر جنحة مخالفة لما واحد يتزوج خارج المحكمة وبعدين يجي يريد يصدقه، معناها الزوج راح ينحال للتحقيق. زين انا شلون راح اوصل له؟ هو بعيد عني يعني. تعرفون هاي المسائل اي طبعا اي طبعا، فخليناها كنا شو وقت ما الله رزقنا بطفل على مود الجنسيه مالته، حتى لا تصير اجراءات اثبات نسب ومشاكل. تمام. حالك الان الوضع صار ايش قد فتره عن الطلاق؟ شهرين يعني فتره عده هسه. اي تشوفين نفسك احسن؟ بهوايه زين. تجربتين مرت عليك شو، يمكن الثانية ما سجلت محكمة، يعني تجربة أي. كتجربة درس سريعة أي. تفكرين بالزواج مرة أخرى لكن بطريقة مثلا يكون أنجح؟ لازم أكون متأنية كلش واختيار يكون صح. ممكن إحنا المرأة شقد ما تكون بالدرجة الأولى إذا عندها موارد اقتصادية إلها إنه تقدر تعيش نفسها، عندها قوة، بس هم تبقى ضعيفة بالمجتمع إذا هي بدون زوج. يعني الرجال، المرأة تحتاج الرجال بكل وقت. تريدين نسأل مختصين على الاختيار الصحيح؟ يعني إذا نروح لباحثين اجتماعيين ممكن حتى يساعدوك بالاختيار الصحيح. شوفي نفسك تحتاجين بعد التعنيف اللي صار لك تحتاجين طبيب نفسي؟ بوقتها إيه كنت كلش محتاجة، بس بمرور الوقت حسيت نفسي رجعت لحالتي الطبيعية، شغلي وأهلي وناسي، يعني أقول لا بأس، يعني حتى ما أريد مرات أصفن، ما أريد أقعد وحدي. إذا نصحناك تروحين لطبيب نفسي مو بالأمور النفسية، بالاختيار الصحيح من الرجال ممكن؟ طبعا ليش لا. شوفي احنا الطبيب النفسي يعتبروها فد معيبة، لا بالعكس، كنا نحتاج شوية ساعة الصفة مثل ما يقولون، ترستين، اكو مرات اكو شغلات ما نقدر نحكيها حتى للأم للأخت للصديق، بس الدكتور تقدرين تحكي له كل شيء. انا اقول لها انت إليش حق الاختيار انك تعيشين حياتك من جديد، لكن دققي بالاختيار، صارت عندك تجربتين واليوم انت امراه قويه وقادره على تغيير واقعك مهما كان واقع تعبان. يعني هي تخطت المشكلتين ما شاء الله، ومن كانت تتحدث بشخصيه قويه وبقوه، ابدا ما كانت امراه ضعيفه، وحتى من ذكرت انه هي مرت بفترات ضعف، فهذه هي اختارت انه تكون بها ضعيفه حتى ترجع ذيكي الانسانه القويه. فانت انسانه قويه، انت انسانه شجاعه، انت انسانه معطاءه وعندك طموح وانسانه ذو فائده مجتمعك. اذا فكرتي ترتبطي مره ثانيه دققي باختيارك فقط. لا، الحياه ما تتوقف، وزواجين ثلاث زواجات مو مشكله، بس تختار الاختيار الصح، لان هي غلطت مرتين وسبب اختيارها ما يصير تغلط المره الثالثه. هي راح تصير عليها الحياه صعبه، راح نفسيتها تتعب، لازم تختار الاختيار الصحيح اللي يأهلها إلى زوج جيد يقدر يحتضنها ويقدر يكون لها الصدر الحنون، لأن مو من الصحيحة راح تطلق من الثالث، راح حتى الناس تقول، وإحنا تدري المجتمع قبلي وكلام الناس كثير، راح يقول لك هي مو جيدة وطلقت مع خولة ثلاث رياجيل مو زينين. بس مع هذا نقول الحياة ما تتوقف، لازم تستمر، والحياة بها أشكال، مو بس الزواج، تقدر تعيش حتى بدون زواج، تتوظف. زواج مو فد شيء مهم، أنا بنظري الزواج مو فشي مهم ولا فشي اساسي بحياه المراه، تقدر تعيش وتستمر. هسه نساء احنا يعادلون بألف رجال، تقدر تمارس حياتها طبيعيه وتعيش مرتاحه وبالها مرتاحه.